أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة اليوم، حلقة يوم الخميس، الإجابة عن التساؤلات التي عبرت معنا خلال الأسبوع. وضيفي لهذا اليوم كما أعلنت يوم أمس دكتور نبيل شعت، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية فيها. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور. طبعا هي مرحلة دقيقة ودقيقة جدا، والأسئلة كثيرة، نتمنى رحابة الصدر من طرفك. في البداية كالعادة لا نكسر روتين البرنامج بأن نتحول سريعا لما تداولت صحف اليوم، إضافة يعني لتضيف من تساؤلاتنا لما عبر معنا خلال الأسبوع، نتابعها ثم نعود لنبدأ الإجابة. نتابع. نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومن جريدة القدس. نقرأ: نقل العساوي إلى مستشفى رمبام لخطورة حالته، والأسيرين عز الدين وقعدان يعلقان إضرابهما حتى 6 آذار القادم. وفي عنوان آخر: الدنمارك تطالب إسرائيل بالامتثال للالتزامات الدولية بخصوص الأسرى. إلى صحيفة الأيام، تقرير أوروبي يبين أن المستوطنات أكبر تهديد للدولة الفلسطينية، وإسرائيل تعزل القدس ولا حل إلا بالمدينة عاصمة للدولتين. ونقلت عن السيد الرئيس مشروع إيوان: خط أحمر لا يمكن السماح به. نبقى بالصحف المحلية ومع صحيفة الحياة الجديدة، رئيس الوزراء سلام فياض يقول: $1,000,000 شهريا لمساندة أهلنا في مخيمات سوريا، وسقوط قذيفة أطلقت من سوريا في هضبة الجولان. إلى أهم الصحف الصادرة في بعض الدول العربية ومع جريدة الدستور الأردنية، أوباما يحث مرسي على حماية المبادئ الديمقراطية. أما صحيفة الرأي: معارك واشتباكات في محيط دمشق وإحباط محاولة لغزو العاصمة. إلى صحيفة الخليج: المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يبحث الانتهاكات الجوية الصهيونية. إلى مصر وجريدة الأهرام: اتفاق القوى السياسية على تهيئة المناخ الملائم للانتخابات. ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط: إسرائيل توافق على تحقيق دولي في وفاة الأسير جرادات. أما صحيفة القدس العربي فكتبت: إسرائيل تواصل إغلاق معابر غزة وتهدد باغتيال مسؤولي حماس وضرب أهداف استراتيجية إذا تكررت حادثة إطلاق صاروخ غراد. نصل إلى أهم ما كتبته الصحف الإسرائيلية ومن صحيفة يدعوتي أحرانوتي: نبدأ قبول نتنياهو بتشكيل ائتلاف والمتدينين خارج الائتلاف. أما صحيفة هارتس: السلطة ستشترط إطلاق سراح أسرى اعتقلوا قبل أوسلو. إلى صحيفة معرب: مسؤولون في الليكود اتفاق مع لابيد وبنت والحرديم خارج الائتلاف. وختام هذه الجولة بالصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست: الولايات المتحدة أمامها فرصة أخيرة لمساعدة سوريا. ومن نيويورك تايمز: الصراع متصاعد في غزة والضفة الغربية. وأخيرا من الجارديان البريطانية التي كتبت: الشباب الفلسطينيون أصبحوا رمزا للاحتجاجات قبل زيارة أوباما. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وإياكم نبدأ طرح التساؤلات على الدكتور نبيل شعت. نتمنى الإجابة إن توفرت يعني في ضوء الحالة الضبابية. مسألة أولى: ربما آخر عنوان لصحيفة الجارديان يعبر عن نقطة البداية بالنسبة لنا: الشباب الفلسطينيين أصبحوا رمزا للاحتجاجات قبل زيارة أوباما. زيارة أوباما سنناقشها بالتفاصيل، ولكن سبب الغضب الشعبي كان عدم التفات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لنصرة الأسرى في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية، التي تعدى بعض من يخوضها إضرابه أكثر من 220 يوما. من ناحية ثانية، وفاة أو استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجون الاحتلال كمرحلة أولى، القيادة الفلسطينية بعد الحديث عن لجنة دولية لتقصي حقائق كيف اغتيل ومن يتحمل المسؤولية، رغم العلم الكامل بأن إسرائيل تتحمل هذه المسؤولية، حراك آخر يوازي هذا الحراك، تم الحديث كثيرا حول الانضمام إلى الهيئات المختلفة منها والتوقيع على اتفاقية جنيف أو اتفاقية روما للدخول في أو لنصبح عضوا في محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل. أين الحراك في هذا وصل؟ هل المسألة ما زالت في إطار التدارس أم إنه القرار قريب؟ دكتور. في البداية طبعا لا يسع الإنسان إلا أن ينحني إجلالا وتكريما لأبطال الأمعاء الخاوية. فحقيقة إنه أبطالنا في سجون العدو، في سجون إسرائيل،
يقودون الآن حقيقة النضال الشعبي الفلسطيني. هم لا يقودوه فقط من أجل حريتهم هم، ولكن من أجل حرية الوطن ككل. ولذلك أنا أعتقد أنه ما يقوم به شبابنا في خارج السجون انسجاما مع التضحيات الجسام التي يقدمها أبنائنا داخل سجون إسرائيل تشكل حقيقة طليعة لهذا الشعب في هذه المرحلة في خوضه لمعركة المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وبنجاح. العالم بدأ يلتفت، طبعا في تكلفة، يعني هؤلاء الشباب اللي صار لهم أكثر من 200 يوم صائمون بدون شك يعرضون حياتهم للخطر، وهم أعطوا حريتهم قبل ذلك للوطن ومستعدين يعطوا حياتهم، لكن ذلك بدون شك سيؤدي إلى انفجار مرجل الغضب. يعني بدون شك إنه قضية الشهيد عرفات جرادات قضية مشتعلة وملتهبة، يعني يقبض عليه ويعذب ويقتل تحت التعذيب في القرن 21 شيء مذهل، يعني بالنسبة لمن يدعي أنه هو مقر الديمقراطية والحرية أو واحة الديمقراطية في منطقة. فلذلك لا، أنا حقيقة وافق على تقرير الجارديان ووافق على كل التعليقات التي بدأت تلحظ أنه هذه المبادرة، هذا العمل الهائل الذي يقوده الأسرى وبتضحياتهم وبأمعائهم الخاوية بدأ يحدث أثرا في الشارع الفلسطيني، ينتقل أثره إلى الاحتلال الإسرائيلي وإلى العالم الخارجي، وعلينا أن نستمر حقيقة لحريتهم. نعم. ولحريتنا. ولكن السؤال كان أساسا دكتور، هل التوجه أو توقيع الاتفاقيات بعد أن أصبحنا دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، هل الانضمام إلى هذه أو توقيع هذه الاتفاقيات تمهيدا للانضمام لهيئات مختلفة، هل ما زال في قيد التدارس كما سمعنا من البعض، من بعض المطلعين، أم إنه هذه مرحلة التدارس مرحلة فترتها قصيرة وانضمامها ليس مرتبطا كما يقول بعض المراقبين خلال الأسبوع من إنه التعويل على زيارة أوباما، ولن يتم التحريك أو التحرك في هذا الإطار إلا بعد أن نرى ماذا سيقدم باراك أوباما في زيارته؟ لا، يمكن هذه تتعلق فقط بمحكمة الجنايات الدولية للضجة الكبرى التي تثيرها الولايات المتحدة حولها، ولكن هناك عشرات المؤسسات التي ليس لها أي قدرة على التحقيق أو على اعتقال أي إسرائيليين كما لمحكمة الجنايات الدولية من آثار. ولكني أعتقد أنه المسألة مش بس تحت الدراسة، ما هو في خطوات إجرائية بمعظم هذه المؤسسات لا يمكن الانضمام كدولة إلا عندما تجتمع جمعيتها العامة، والجمعية العامة لبعض هذه المؤسسات تجتمع مرة كل سنة وبعضها تجتمع مرة كل سنتين، وبالتالي علينا أن نجدول دخولنا إلى هذه المؤسسات مع انعقاد جمعيتها العامة. أعتقد هذا يمكن السبب الرئيسي. طيب، مسألة أخرى نقلتها صحيفة هآرتس أن السلطة ستشترط إطلاق سراح أسرى اعتقلوا قبل أوسلو، قبل يعني في أي مفاوضات، قبل أي مفاوضات سيتم هذا وضع البند هذا كشرط للدخول في هذه المفاوضات. أطلعنا على صدقية هذا الخبر من ناحية، ومن ناحية أخرى ما قاله سيد الرئيس مؤخرا بأنه طالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وأن تلتزم بما التزمت به أهود أولمرت في آخر تفاهم تم بينه وبين السيد الرئيس، وأيضا تحدث وقال بأنه لا يمكن أن تحدث تسوية بيننا وبين الإسرائيليين قبل تبييض السجون. مسألة الأسرى هي مسألة الأهم في الفترة الحالية، هل خطوات ستوضع أمام باراك أوباما في حال طلب منكم العودة إلى المفاوضات، وهل أيضا هناك حراك للضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه ومع من؟
أولا الحراك مستمر وسيتصاعد، أنا أؤكد لك ذلك، وما يقوله الرئيس يعكس تصميما في القيادة السلطة الفلسطينية وفي قيادة حركة فتح التي يمثلها بأن بتصعيد الموقف أو الحراك الدولي المتعلق بالأمعاء الخاوية، المتعلق بالأسرى، المتعلق باستشهاد الشهيد عرفات جرادات وغيره من الأحداث التي فرضت نفسها الآن على الساحة الفلسطينية ومن ثم على الساحة الدولية. تصعيد قائم ومستمر. الآن مسألة ما هي الشروط التي نضعها قبل الذهاب إلى المفاوضات سنتحدث عنها بشكل أكبر، ولكن هي ليست شروط، هي التزامات. يعني في فرق بين الشرط، الشرط دائما شيء خارج عن إطار القضية ولم يكن جزءا منها، وإنما يضاف فيصبح جزءا منها ويصبح جزءا مانعا للتقدم فيها قبل الأخذ به، هذا هو الشرط. لكن الالتزام المسبق يفرض على الذي لا يوفي الالتزام بالمسؤولية، مش على الطرف الثاني. يعني إسرائيل، مش بس إسرائيل، أي طرف في الدنيا يدخل معك في مفاوضات ولا ينفذ ما تم الاتفاق به، ليش أنا أتفاوض معه مرة ثانية؟ يعني لماذا يعود الإنسان إلى نفس الخطأ؟ أثبت صدقية، يعني عليهم أن يثبتوا صدقية ما التزموا فيه تماماً وما وقعوا عليه، ثم نمر بي. وبالتالي الإفراج عن الأسرى جزء من الاتفاقات، سواء الأسرى اللي كانوا معتقلين قبل أوسلو أو أسرى آخرين في حدود 1000 أسير اللي تم الحديث فيهم مع أولمرت، أو أسرى آخرين كانوا في آخر شرم شيخ حضرها شارون قبل ذهابه إلى الغيبوبة. كل ذلك، هناك العديد من الاتفاقات، أصلا حتى كل اتفاقات أوسلو تنص في النهاية على الإفراج عن كل هؤلاء الأسرى ولو أنه ذلك يحدث بالتدريج. ففي ما يكفي في اتفاقات أوسلو وما بعدها للقول أنه أنتم خالفتم هذه الاتفاقات في موضوع يمثل أهمية خاصة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني. لكن ذلك ليس كافيا، لأنه موضوع الأسرى له أولوية، لا هو حاد، هو مشتعل، هو ملتهب، ولكن في موضوع الاستيطان هو صح. أيضا مشار، وإحنا بنقول قضيتنا تحرير الأرض والإنسان، وأول إنسان جدير بالتحرير هو الأسير، لكن الأرض هي أسيرة تماما، وما يجري في القدس وأكنافها وما يجري من تهويد للقدس وما يجري من محاولة نزع كل الصفة العربية لمناطق القدس وبيت لحم هو أمر أيضا لا نستطيع الذهاب إلى، لأن واضح جدا في خارطة الطريق البند الأول من التزامات إسرائيل التوقف التام عن كل العمليات الاستيطانية بما فيها متسميه إسرائيل النمو الطبيعي. بالتالي المسألة واضحة جدا، بدكم نرجع للمفاوضات، إسرائيل عليها أن تلتزم بكل ما وقعت عليه أو ألزمها به الرباعية حتى نستطيع أن نقول أن هناك فائدة أو أملا من العودة إلى المفاوضات. أنا سأسأل أكثر باستفاضة حول موضوع الجولة الأخيرة للدكتور صائب عريقات ودكتور محمد شتية وماذا سمعوا من الأمريكيين في لقائهم الأخير، ولكن قبل ذلك الحديث عن الانتفاضة الثالثة كان عنوانا رئيسيا في الصحف الإسرائيلية طوال الأسبوع الماضي، وأيضا ترافق وإياه تحليلات فلسطينية ومراقبة فلسطينية يعني من قبل المحللين لما يجري في الميدان. بعض من تداولوا ما تداولوا الشباب على صفحات الفيسبوك دكتور إنه الانتفاضة الثالثة هل ستكون شعبية سلمية كما تريدها السلطة الفلسطينية والمعالم غير واضحة في هذا الاتجاه؟ هل تتخوف منها السلطة الفلسطينية عشية زيارة أوباما من ناحية، وأيضا في ظل وجود الانقسام ونوايا حركة حماس كما يعني نقرأ ونتابع، وأيضا من جانب آخر في قطاع غزة حركة حماس تخشى خرق الهدنة، وبالعكس تم التنكر للصاروخ الذي أطلق على العسقلان من قطاع غزة وتم تأويل الموضوع، ما بعرف صدقية إنه كتائب شهداء الأقصى هو من أطلق، حركة فتح هو من أطلق الصاروخ من غزة، أريد منك معلومة حول ذلك. أنتم في حركة فتح أين في صورة الحراك الميداني؟ ما هي طبيعة الحراك الذي تفضلونه؟ يعني شعبية سلمية كيف؟ في الشكل الموصوف للشارع الفلسطيني.
المسألة ليس فيها أي درجة من درجات السرية، بالعكس الخط الاستراتيجي المعلن لحركة فتح والذي خرج عن مؤتمرها السادس ووفق عليه بالإجماع، وهو يمثل الاستراتيجية الفلسطينية التي تقودها حركة فتح حتى الآن، تطالب بالنضال الشعبي، أي ليس المواجهة المسلحة وإنما النضال الشعبي، تطالب بالحراك الدولي المستمر والمتصاعد، تطالب ببناء مؤسسات الدولة ودعم صمود الشعب الفلسطيني إلى أن تتم بناء الدولة، وتقول بالوحدة الوطنية وإنجازها بأسرع وقت ممكن. هذه هي استراتيجية لم تتغير. مش ما هو بين الاستراتيجية الموضوعة وبين الممارسة على الأرض كمان دكتور، الشارع أيضا يعني بعضه مش فاهم يعني من الذي يمارس العنف على الأرض؟ إسرائيل التي تمارس العنف. من الذي يمارس القتل على الأرض؟ إسرائيل. من الذي يمارس التخريب؟ مستوطنين إسرائيل. من الذي قتل جرادات؟ الجيش الإسرائيلي. يعني العنف الذي نراه هو عنف إسرائيلي بالأساس، ولكن الحديث الإسرائيلي ليس على العنف الإسرائيلي، على العنف الفلسطيني الممكن نتيجة لهذا العنف الإسرائيلي. بالضبط. يعني كأنما هم يقولون نتمنى قبل أن يأتي أوباما أن يندلع عنف، نستطيع أن نقول لأوباما انظر بدرجة الأساس مسلحة، وبالتالي يقال بأنه مجموعة من الإرهابيين في الحديث معهم. طيب هذول ليسوا شركاء إلى غير ذلك. المسألة ليست مسألة حقنا، حقنا في الكفاح المسلح ثابت، لأنه إحنا أرض محتلة بالاحتلال مسلحا، إلا في حدود القانون الدولي اللي هو يجب عدم إطلاق الكفاح المسلح ضد المدنيين، وإنما ضد الجيش المحتل وأدواته، يعني في قواعد في القانون الدولي، لكن هذا حقنا الدولي، الحق في الكفاح، ولكن من حق الشعب وقيادته أن يقرر أدوات الكفاح التي يريدها في المرحلة بناء على الحسابات. إخواننا في غزة الذين قبلوا بوقف إطلاق النار بعد الحرب التي تمت بحسبة، هذه الحسبة دكتور أريد أن أناقشها بالضبط، هذه الحسبة أريد أن أناقشها مع الدكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط في القاهرة، معي عبر الخط الهاتفي. دكتور تحياتي. أهلا بك يا أستاذ تمير. أهلا بك. معي أيضا الدكتور نبيل شعث في الاستوديو، يرسل لك التحية. تحياتنا. أهلا بك. تحياتنا دكتور، هي موجودة فوق بس دقيقة دكتور حتى يستطيع أن يسمعك دكتور. نعم. محمد، عم نسأل حول موضوع الحسبة لدى حركة حماس والحسبة لدى السلطة الفلسطينية تجاه ما بات يعني يعرف تمهيدا لانتفاضة شعبية قادمة. هل تعتقد بأن الحسبة في حماس كما نسمع من قادتها من أنه نحن نحشد أو نطالب الفلسطينيين في الضفة الغربية بأن يعني يحرروا الأرض من البحر إلى النهر، كما سمعنا مثلا من صلاح البردويل، أو كما سمعنا من الدكتور محمود الزهار الذي قال بأنه نحن لن نفعل شيء في غزة، أو الحراك بالدرجة الأساس في الضفة الغربية لأنه غزة محررة بالنسبة لحركة حماس، فيما البعض الآخر ينتقد الدور المصري في مسألة الأسرى تحديدا وما يتعرض له لأنها رعت اتفاقية أو صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل. رجاء أطلعنا على تفاصيل ما ترى كمراقب من القاهرة للدور المصري تارة وللدور حركة حماس تارة أخرى. يعني يجب القول أولا أنه الانتفاضة الشعبية والسلوك الجماهيري يجب ألا تخضع للمزودات السياسية من الفصائل بأي حال من الأحوال، أن هذه مسائل لا يجب أن تخضع لمثل هذه المزايدات، تضر بالقضية الفلسطينية وتضر بالشعب الفلسطيني وتضر بالنضال الوطني وتضر بمن يزاود بمثل هذه الأحاديث أو المقولات يعني السيئة الصيت. علينا أولا أن نقول أن الانتفاضات الشعبية التي بدأت مثلا في أحد أشكالها لكسر إرادة الاختصام والخصومة الموجودة والصراع الموجود بين الضفة وقطاع غزة، حركة 15 أذار كما نتذكر جميعا صحيح. انطلقت في الضفة وانطلقت في غزة. كيف عملت في غزة؟ عملت في غزة بشكل عنيف وتم قمعها ومنعت رغم أنها كانت تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب والوطن وإنهاء هذه الخصومة التي تسيء للقضية الفلسطينية وتسيء للشعب الفلسطيني. ولا يجب على الإخوة في حماس الآن أن يتحدثوا عن انتفاضة في الضفة فقط ويعني مناطق محررة في قطاع غزة.
المسألة الأخرى هي التهدئة أو الهدنة. الإخوة في حماس يرفضون تعبير الهدنة، يتحدثون دائما عن تهدئة. الخطاب السياسي، هناك ازدواجية في الخطاب السياسي. أعتقد أنه لم يعد بالإمكان لأي فصيل سياسي وخاصة الإخوة في حماس أن يستخدموا مثل هذا الخطاب المزدوج في اللغة وفي المعاني وفي التعابير وفي المضمون. مثل ما يحدث عندما يكون هناك 5 أو 10 متحدثين باسم تنظيم واحد، أحدهما يقول شيء والآخر ينفيه. عندما يتم الحديث عن كفاح مسلح يحرر الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، فيما يتم الالتزام بأمور أخرى، يعني لا يمكن الحديث أنها تمت بصلة لمثل هذا الخطاب الشعبوي. هناك مثلا على سبيل المثال، من الذي وقع على الاتفاق الأخير الذي لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصف المقاومة بأنها أعمال عدائية ضد إسرائيل؟ مثلاً. البند الثاني في الاتفاق يقول يوقف الجانب الفلسطيني أعماله العدائية ضد إسرائيل. طيب. وبالتالي الإخوة هم الذين وقعوا. السيد خالد مشعل مثلا، رئيس المكتب السياسي للآن، لأنه للآن معطل عملية الانتخاب. نعم. يعني هم ليسوا فقط ضد الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية وللمجلس الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية، لكن أيضا يعطلوا الانتخابات الداخلية لرئاسة المكتب السياسي وتشكيل مكتب سياسي جديد يمكن أن يواجه يعني التحديات هذه المرحلة. طيب، السيد خالد مشعل قال للصحف الأمريكية وللتلفزيون CNN علنا وهو موجود يتحدث عن حل الدولتين وأنه يقبل بنفس ما تقبل به منظمة التحرير، فيما عندما ينتشق خطابه يعود فيتحدث عن كفاح مسلح وعن تحرير الأرض من البحر. هو صار مفهوم للمراقب الفلسطيني دكتور بأنه الخطاب الشعبي أو الخطاب القاعدة من قبل حركة حماس مختلف كليا عن خطابها السياسي، صح التعبير؟ هذا سلوك انتهازي، لأن هذا السلوك الانتهازي أيضا صدر في مصر قبل. طيب، ولكن أنا سؤالي دكتور المحدد، إنه الأسرة كان في بنود صفقة تبادل الأسرة تحديدا، كان في بنود تتعلق بأنه يجب أن تلتزم فيها إسرائيل تجاه الأسرة، منها عودة ميزاتهم التي سلبت منها، منها وقف الاعتقال الإداري كما سمعنا أيضا، وكان ذلك برعاية مصرية. الآن وإسرائيل خرقت ولم تلتزم أصلا بهذا الالتزام، دور مصر من ناحية ما هو مطلوب منها، ولماذا حتى الآن لا ترفع الصوت ضد من يخرق هذا الاتفاق طالما هي الوسيط وهي الراعي؟ هذا من جانب. من جانب آخر، حركة حماس لماذا لا يعلو صوتها في هذه المرحلة الدقيقة إلا بتحشيد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا الحديث، ولا يوجد حديث عن يعني على الأقل كسر التهدئة، يعني إذا بدهم يسموها تهدئة، أو الهدنة التي يعني وقعوا عليها؟ في إطار الخطاب المزدوج أيضا يجب أن أقول أنه حركة الإخوان المسلمين في مصر والحزب الحاكم الآن أو الذي يعني منه ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي لديهم نفس الخطاب المزدوج. أول أمس مثلا مكالمة بين أوباما وبين الرئيس محمد مرسي صدر يعني لغتين يعني متناقضتين، واحدة بالإنجليزية واحدة بالعربية. واحدة تقول أن أوباما دعا الرئيس محمد مرسي بينما لم يدعه فعلا أوباما ولم يوجه له دعوة لزيارة الولايات المتحدة. المسألة الأهم هي رعاية مصر للاتفاق، ليس فقط لاتفاق التبادل الأسرى ولكن أيضا لاتفاق التهدئة. صحيح. مصر لديها الآن، مصر في ظل الإخوان المسلمين تلعب دورا، تنتدب لدورا في الاستراتيجية الأمريكية. أحد أهم الأدوار هي تهدئة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وربما لاحقا تصفيته عبر مشاريع مشبوهة، توسيع قطاع غزة على حساب سيناء أو التخلص من قطاع غزة نهائيا إلى آخره. الإخوة في حماس في الفترة السابقة منذ توقيع الاتفاق التهدئة حتى الآن خرقت إسرائيل هذا الاتفاق عشرات المرات، هناك 4 شهداء قتلوا في ظل هذا الاتفاق. هناك لم تلتزم إسرائيل ولا بشيء. ما الذي يتم الحوار عنه في القاهرة يعني في الأسبوع الماضي بين وفد أمني إسرائيلي ووفد أمني مصري برعاية وفد أمني فلسطيني برعاية مصرية؟ يجري الحديث حول مسائل لا تعيد على الإطلاق لحمة الوطن، بالعكس يريد تكثيف سلطة حماس في قطاع غزة ليعتبر إمارة منفصلة، إعادة تشغيل المطار.
إعادة وجودهم على المعبر بما يعني نهاية وجود للسلطة الفلسطينية الموحدة. يتم الاتفاق على أمور مع الجانب الإسرائيلي أمنيا بما يعزز هذا الانقسام لا بما ينهيه. طيب. هذه هي خطورة ما يحصل الآن، لذلك لا نسمع صوتا لحماس. أنت سألت لماذا تصمت حماس؟ لأنه يتم الاتفاق على أمور تحت الطاولة، هذه الأمور تكثف وتكرس هذا الانقسام الحاصل بين الضفة الغربية طيب وقطاع دكتور غزة لصالح نعم. مشروع موهوم يعني الخلافة الإسلامية أو الإمارة أو إلى نعم. آخر. دكتور ابقى معي بعد إذنك، أعود إليك دكتور نبيل شعث بما قاله دكتور محمد حمزة حول يعني تحليله للوضع، وأيضا أنتم يعني كيف تنظرون إلى الدور المصري الذي رعى هذه الصفقة ورعى سواء صفقة التبادل أو وقف إطلاق النار أو الهدنة ما بين حركة حماس وإسرائيل؟ بماذا مصر مطالبة في هذه المرحلة؟ وأيضا كيف تردون على كما سماها الدكتور محمد حمزة مزايدات من قبل حركة حماس؟ طبعا مصر رعت هذا الاتفاق، احنا كنا خارجه وإن كنا يعني على علم بما يجري، ولكن الاتفاق تم حقيقة من خلال مصر مع قيادة حركة حماس بتدخل أمريكي من جهة وأحيانا تركي وقطري في مواجهة إسرائيل، وبالتالي حقيقة في هنا مصر مسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق ومسؤولة للضغط بحيث تنسجم إسرائيل من هذا الاتفاق، ولديها الولايات المتحدة كطرف شاهد، سيدة كلينتون كانت موجودة طول الوقت أثناء التفاوض على هذا الاتفاق. وفكرة الاتفاق هو أنه يقوم على وقف إطلاق نار دائم، ترعى حماس تنفيذه من داخل قطاع غزة وتلتزم إسرائيل بتنفيذه من خارجها، لا يتعلق فقط بوقف العمليات العسكرية بين الطرفين، وإنما بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الصيادين والعدوان الإسرائيلي على المزارعين والعدوان الإسرائيلي على الحدود المستمر واختراق الحدود وابتلاع أراضي حدودية من خلال تمشيط الأمن الإسرائيلي لهذه الحدود، يعني كل ذلك هو اللي جعل ذلك الاتفاق ممكنا. وبالتالي حقيقة مصر مسؤولة عن العمل المستمر من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. الآن بالمقابل طبعا هناك احتياجات لغزة، هذه الاحتياجات لقطاع غزة حقيقية، وغزة في حاجة إلى حرية حقيقية وفي حاجة إلى حركة بضائع ومرور من الحدود الإسرائيلية لتمكن غزة من الاتصال المباشر مع الضفة من خلال إسرائيل وأيضا من خلال مصر، ولكن ذلك كنا نقول ولا زلنا نقول يجب أن يتم دائما من خلال شرعية واحدة وليس شرعيتين. يعني نحن لسنا في طيب ألا تقرأ تجاوز لهذه الشرعية، يعني ما يجري من اتفاقات ومن تفاهمات، يعني أين أنتم منها لألا تكون هناك شرعيتين في الشارع الفلسطيني وألا يكرس الانقسام كما يقول مثلا الدكتور محمد حمزة على هذا الصعيد؟ يعني مسألة الأنفاق وإغلاق الأنفاق من قبل قطاع من قبل حركة من قبل مصر على حدود رفح، قالت حركة حماس أنه مقابل ذلك افتحوا لنا المعبر، هل تعتقد بأن هناك ما يرسم لفرض مسألة شرعية حركة حماس في القطاع فرضا من أن تحت مسمى احتياجات إنسانية للقطاع كما مثلا سماها الدكتور محمود الزهار، قال إنه المفاوضات مع إسرائيل مفاوضات على حول أمور إنسانية وليست حول أمور أخرى، شأن مختلف ولكن ذات السياق، التذرع بالاحتياجات الإنسانية. سيبك من التذرع، هو ليس تذرعا، هناك حاجات حقيقية لقطاع غزة صحيح، ولكن هذه الحاجات الشرعية لا يجوز استخدامها للقضاء على الشرعية الفلسطينية. وأعتقد إحنا فهمنا الإخوة المصريين تماما، عندما تريد غزة كهرباء يا دكتور مرسي اتصل بالرئيس أبو مازن والرئيس أبو مازن يريد أن يوصل الكهرباء إلى غزة، ولا نريدها إلا بالسعر الدولي ونحن مستعدون لتدبير الفرق، بمعنى أنه إحنا لا نريد أبدا بأي حال من الأحوال أن يصبح أن يكون هناك تشكيك في احتياجات غزة وشعب غزة، لا، غزة في حاجة إلى كل ذلك، ولكن القيادة الفلسطينية الشرعية مستعدة تماما لكي تقوم هي بالدور اللازم مع مصر ومع غير مصر لتنفيذ هذه الشرعية.
نعم. واللي مش تنفيذ شرعي لتنفيذ امداد غزة بكل ما تريده. طيب أنا لأني يجب أن أنتقل إلى فاصل سريع، رغم أنه دكتور كلام المهندس زياد الزازة حول مسألة الاكتفاء الذاتي اللي وصل لقطاع غزة، وأنا لا أعول كثيرا ولا أبني عليه، ولكن يعني على الأقل ما تقوله حركة حماس على هذا الصعيد مختلف. دكتور محمد حمزة، رجاء أن ابقى معي من القاهرة عبر الخط الهاتفي، وأيضا دكتور نبيل شعث أستميحك عذرا لدقائق معدودة، نتحول إلى فاصل قصير ثم نعود لحلقات دائرة الحدث يوم الخميس. مجددا أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة يوم الخميس من برنامج دائرة الحدث، حلقة الإجابة عن التساؤلات وتوضيح الصورة التي تبدو ضبابية كثيرا للشارع الفلسطيني. كنا انتهينا في الجزء الأول من البرنامج دكتور نبيل حول مسألة أنه القصة مش تذرع بالأساسي، هناك حاجات، ولكن مسألة القفز عن الشرعية وفتح المعبر ومن يكون تحت سيادة من أو من تحت رعاية من يكون هذا المعبر ما زالت قصة جدلية. دكتور محمد حمزة ما زال معي من القاهرة. دكتور، توقفنا عند الحديث على المعبر والقفز عن الشرعيات، وقال دكتور ما زلت معي؟ نعم معك. هذا السؤال سؤال مهم، لما يمكن أنه يمكن استغلال، يعني قد يقول البعض أنه استغلال الحالة المرتبكة إن صح التعبير أو الهائجة أو المتصاعدة الوتيرة في الضفة الغربية ليمرر أمورا أخرى حول مسألة الشرعية وتحديدا المعبر أو غيره كما تفضلت. هل تعتقد أنه قد تنجرف الأمور إلى هذا الحد، يعني في ضوء ما يتسرب من معلومات، أم أنه يعني قضية الأنفاق وإغلاقها هي قضية أمن قومي مصري ولا جدال فيها، ومسألة معبر رفح سيبقى بالتواصل مع السلطة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية لمنظمة التحرير؟ هل تتفق مع هذا الكلام أم أنه هناك رأيا آخر؟ طيب، في نقاط سريعة دعيني أقول، أولا أنا أؤكد على أننا جميعا حركة فتح في كل الفصائل والسلطة الفلسطينية نقف صفا واحدا في مواجهة الحصار الإسرائيلي الاقتصادي الظالم على قطاع غزة. هذه مسألة يعني لا تقبل أي شك أو جدال. مسألة ثانية، نحن نقف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمعاونته على الصمود في مواجهة هذا الحصار، لأن هذا الحصار ينتج عنه ضغوطات قد تضطر الشعب الفلسطيني إلى تقديم تنازلات سياسية وما لا نقبله أيضا. مسألة الثالثة، أنه دعونا وندعو كل يوم إلى تخفيف حدة الحصار الاقتصادي على الشعب، لأنه من يقع تحت ضغوطات الحصار الاقتصادي هو جموع الشعب الفلسطيني وليس قيادات الفصائل، وخاصة قيادة الفصيل حماس الذي يحكم الآن قطاع غزة. وإلا دعيني أسأل بشكل واضح، وهذا السؤال طرحته على كل الفضائيات المصرية، إذا كان الإخوة في حماس حريصين فعلا على تخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لماذا يجبون ضرائب على البضائع المصرية التي يتم تهريبها من عبر الأنفاق إلى السوق المصرية؟ هذا يعني جباية الضرائب تعني زيادة أسعار هذه السلع لدى المستهلك، أي لدى المواطن المصري، وهو عبئا إضافيا. تقول أن حماس تحصل على ما يصل إلى 450 مليون دولار من ضرائب هذه الأنفاق. مسألة وجود أثرياء ويعني أبقار ثمينة من إدارة الأنفاق مسألة واضحة ويعرفها الجميع في غزة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تنظيم. ما الذي يضر أمن حماس لو أن سرية من أمن الرئاسة عادت مرة أخرى إلى المعبر لتنظم مسألة الدخول والخروج في ظل الشرعية الدولية والشرعية المصرية إلى آخره؟ عندما تتحول الأنفاق كما قال مساعد الرئيس مرسي، ليس أحدا آخر، نعم رزق. سيد عصام الحداد مساعد الرئيس المرسي الذي يقول أن السلاح يتم تهريبه من غزة إلى مصر، تتحول إلى قضية أمن قومي، وقتها لا يعرف صوت فوق هذا صوت الأمن القومي المصري. تنظيم دخول البضائع وتخفيف الصراع، تخفيف حدة الحصار الاقتصادي، وأؤكد هنا على مسألة في غاية الأهمية، إلى جانب ما قلنا يجب عدم إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال، لأن اللغة التي تستخدمها حماس الآن أن مصر هي التي تحاصر غزة، هذه لغة التافية تحاول أن
يعني تعمي الأبصار عن مسألة الفاعل الأساسي في هذه الجريمة وهو إسرائيل وليس أحدا غيرها. أين أن نصل إلى اتفاق لتنظيم هذه المسألة مع عدم إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال، وإلا نكون نخدم فعلا إسرائيل ومشروع فصل قطاع غزة وإلقاء تبعاته على مصر، وبالتالي توجيه ضربة قاسمة لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وإثقال مصر بمشروع هو مشروع في الأساس إسرائيلي لا يجب القبول به. أما فيما يتعلق بالالتفاف حوالين السلطة، حدث ولا حرج، يعني الوزراء والرؤساء الذين قفزوا من فوق رأس السلطة لزيارة قطاع غزة للتشاور معها أو حتى يعني أخذ إذنها والتفاهم معها، وكأن السلطة مش موجودة. هذا يخلق ازدواجية في السلطة ويؤسس لمشروع فصل قطاع غزة تحت ظل قيادة حماس. الحل المعروف كما هو، أولا تخفيف الحصار الاقتصادي عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة عبر كل الطرق، على حماس أن تلغي أي نوع من الضرائب على البضائع التي تدخل من مصر أو من أي جهة أخرى، حتى نخفف فعلا من الحصار الاقتصادي، لأنه لا يجوز أن يقع شعبنا في غزة تحت حصار إسرائيلي وتحت جناية أيضا من حماس. لا يجوز أصلا أن تكون هناك سلطة موازية للسلطة المركزية أو للسلطة الواحدة لشعبنا الفلسطيني. طيب ما هذا يعني هذا نعرفه دكتور، ونطالب فيه ليلى صباح بأنه يعني إنهاء الانقسام وشرعية واحدة، حكومة واحدة، سيادة واحدة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ولكن الحال لا يتحدث بهكذا كلام. ولكن شكرا لك دكتور محمد حمزة، رئيس منتدى الشرق الأوسط في القاهرة ومركز مقدس في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من القاهرة، شكرا لك. أعود لك دكتور نبيل، مسألة أخرى يعني إضافة لما قالوا، أنا لا أريد أن أعطي يعني مساحة أكبر وكأنه المسألة هي حركة حماس وطموح حركة حماس في الضفة في قطاع غزة، وأن ما يجري في الضفة الغربية إحنا مش شايفينه، لا إحنا شايفينه. قبل أن أدخل في تفاصيل زيارة باراك أوباما إلى المنطقة، حول الضفة الغربية في موقع أخبار بلدنا كتب الاستخبارات الإسرائيلية تقول، أو ما تسرب في محضر اجتماع لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يشير إلى وجود اطمئنان قوي لدى طبقات الحكم في إسرائيل أن نشوء انتفاضة فلسطينية ثالثة في مدن الضفة الغربية الخاضعة لحكم السلطة الوطنية سوف يؤدي بشكل مؤكد إلى استقدام وحدات من القوات المسلحة الأردنية بغطاء سياسي دولي إلى المناطق الفلسطينية بعد حل متوقع وقتئذ للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وهو ما يعني حكما أن يصبح الخيار الأردني حلا بديلا ووحيدا للقضية الفلسطينية. وبحسب الموقع يقول بأنه هذا سيناريو بات قريبا من التحقق. ما رأيك بما يقول أو بما تسرب على هذا الموقع من أنه هنا بهذا الكلام في وقت يعني إسرائيل، في إسرائيل كتابات صحيح تحذر من الانتفاضة الثالثة، ولكن هناك من ذهب لأن يقول أنه للصالح الإسرائيلي، ونحن نعرف بأنه كما قال السيد الرئيس يريدوننا أن نذهب إلى هذا إلى ذلك المربع. هذا الكلام إلى أي مدى يمكن أن نتوقعه أو تستشعروا أنتم في القيادة الفلسطينية، وهل الرد عليه موجود؟ كلام إسرائيلي فارغ. هم يريدون هذه الأرض، هم يعني لو كانوا يريدوا حكما أردنيا ما كان في فترة طويلة ما بين 67 إلى إعلان قيام الدولة، أو بين 67 إلى إعلان الملك حسين الفصل بين الضفتين، كان ممكن يقولوا للجيش الأردني وللحكومة الأردنية تفضلوا أنتوا أحكم الضفة الغربية. هم يريدون الضفة الغربية، هم يريدون سرقة أراضينا، هم يريدون قدس وبيت لحم تمتد لتشمل أكثر من ربع الضفة الغربية. هم يريدون الاحتفاظ بكل منطقة الأغوار وحوض نهر الأردن، هم يريدون الاحتفاظ بعشرة كيلومتر في غرب الضفة الغربية في حدودها مع إسرائيل. هم لا يريدون الانسحاب من الكتل الاستيطانية، هم لا يريدون مناقشة موضوع القدس، هم بدون يسلموا القصة عشان بس يتقوا الانتفاضة بأن يسلموها للجيش الأردني. هم رفضوا حتى وجود مراقبين دوليين في هذه المنطقة اللي ممكن يجوا بموافقتها ويتركوا بموافقتها. أو قوات دولية يعني. هذا كله كلام إسرائيلي. هذا الكلام حقيقة لا معنى له. إحنا قلنا لهم إنه من يستطيع منع الضفة، إذا انفجر مرجل الغضب فلا يستطيع أحد أن يوقف شيئا. ولكن إذا كان الأمر
لمن يخطط للضفة فنحن للانتفاضة، نحن لا نخطط للانتفاضة، نحن نخطط لانتفاضة شعبية، نعم، لعمل شعبي، لعمل شعبي غير المواجهة العسكرية. إسرائيل هي تريد مواجهة عسكرية سريعة تقتل فيها وتدمر وتخرب وتقول للعالم أنه ليس ذلك ذنبها وإنما ذنب ما أنها تدافع عن نفسها، يعني هذه لا طيب. مين اللي خطط الانتفاضة الأولى؟ مين اللي خطط الانتفاضة الثانية؟ مرجل الغضب عندما من الإجرام الإسرائيلي، من الاعتداء الإسرائيلي، من الاجتياح الإسرائيلي، من جرائم المستوطنين، من جرائم سرقة الأرض، من محاولة تهويد القدس، من الحصار، من معاملة الأسرى، هذه السلوك الإسرائيلي هو الذي يشعل مرجل الغضب. طب هذا كلام فارغ من رأيك. طيب مسألة أخرى، مسألة التقرير اللي أعدوه قناصل الدول الأوروبية مؤخرا واللي حثوا فيه دولهم على مقاطعة المستوطنات بناء وبضائع واستثمار فيها. عريقات الدكتور صائب عريقات عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير قال اليوم بأنه أوصى أو دعا إلى دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد توصيات تقرير قناصلهم. لأي مدى يمكن أن نعول على هذا الجانب؟ يعني بعد ما سمعنا عن مبادرة بريطانية فرنسية مدعومة ألمانية، وبعد ما سمعنا عن أنه ألمانيا، بعرفش دقة الخبر، لكن تداولت صحف عبرية كثيرة وعبرت عن سخط إسرائيل منه بأن أنه ألمانيا لن تحول أموال ضحايا المحرقة تعويضاتهم يعني إلا بوقف للاستيطان، في وقت حتى زيارة أوباما، لأنه فرغ الحديث عن المبادرة الأوروبية هذه وتم الحديث عن زيارة باراك أوباما، وكأنه أكلت المهمة إلى أوباما. وسرب مؤخرا وقال جون كيري، حتى مش تسريب، في مؤتمر صحفي، جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال بأنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيأتي ليصغي ولن يقدم مبادرة جديدة. في كل ذلك أين من ناحية حراككم أوراق الضغط لتغيير المعادلة، وهل الوقت كافي؟ وماذا سمع الدكتور محمد شتية والدكتور صائب عريقات من الأمريكيين في آخر جولة لهم؟ أيضا الأمر ليس خافيا، دليل السيد كيري يقول أن الرئيس جاي يستمع، فيعني هو لا يريد أن يرفع توقعات أحد بأن الرئيس جاي مع حل، من غير حتى يعني ما يعني يقول الإنسان ما الذي تم في لقاءات الدكتور شتيه والدكتور صائب مع الوزير الخارجية كيري. الوزير الخارجية كيري تحدث عنه بكل وضوح صراحة أنه الرئيس قادم يستطلع يسمع يرى سيزور القدس، ينزل في الشوارع، سيتحدث مع الناس إسرائيليين وفلسطينيين. في جدل حول زيارته لحائط المبكى، أنه قد يكون هناك ترتيب إسرائيلي لزيارته للحائط المبكى، وسخط فلسطيني من أنه ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع القائمين على المسجد الأقصى. إحنا أيضا زيارته إلى القدس، إن أراد زيارة المسجد الأقصى، يجب أن تتم بدون إسرائيليين وأن تتم فقط برعاية فلسطينية كما حدث مع الرئيس شيراك. أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل، طيب. خلينا نتحدث أكثر على الهدف من الزيارة وما يمكن الحصول عليه منها. اولا نحن رحبنا بزيارة الرئيس اوباما عشان يعني ما يكونش في اي خلاف حول انه في النهاية هو رئيس دولة، رجل فقير اسود، اول فقير اسود يصبح رئيس للولايات المتحدة الامريكية بدون شك، في اول مو هذا الكلام كنا نحكي في اول ولايته الاولى يا دكتور، اليوم الولاية الثانية، ولا لا مسألة ما لهاش علاقة، هو في علاقة غير مباشرة بين تاريخ الإنسان ورؤيته الشخصية وبين من يستطيع فعله كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بدليل الكثير من القادة الأمريكيين بعد أن يعتزلوا، وعلى رأسهم رئيس كارتر، عندما يعتزلوا الحكم يقولوا كلاما لم يستطيعوا قوله وهم رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية. في سياسة أمريكية يستطيع الرئيس أن يؤثر فيها بشكل أو بآخر، لكن هذا الرئيس في النهاية ليس لديه أغلبية في البرلمان في الكونغرس الأمريكي، ولديه أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، وبالتالي هو يدرك الحدود التي يستطيع أن يعمل معها، وهذه الحدود تعتمد على الأولويات التي يعطيها هو
وحكومته لأعماله السياسية في المرحلة القادمة. عنده مسألة البطالة ما انحلتش لسه، عنده مسألة الرقابة على الأسلحة التي توزع في الشوارع وتشترى في الشوارع في الولايات المتحدة بدون رقيب، عنده سياسة الهجرة من الجنوب اللاتين أمريكي. عنده أولويات عديدة بده يحسب، ولذلك احنا لا نستطيع الاعتماد على هذه الحسبة. احنا نرحب به وسنقول له ما قاله الدكتور شتية والدكتور صائب، قالوا له بالضبط الكلام بقول لك إياه، إنه إحنا بالتأكيد نريد سلاما، لكن سلاما قائما على حدود 67 وحق اللاجئين في العودة، سلام يبدأ بمفاوضات لا تبدأ إلا عندما تلتزم إسرائيل بمفاوضاتها السابقة، أي عندما توقف الاستيطان، عندما تفرج عن الأسرى، عندما توقف اجتياحها لمناطق ألف وباء، عندما توقف سرقتها للمنطقة جيم، عندما 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 عندما، هي كلها معروفة عنده. إذا هو جاي يسمع فقد سمع، فليسمع مرة ثانية. لكن نحن سنستمر في حراكنا، نحن سنستمر في نضالنا الشعبي، سنستمر في حراكنا الدولي، سنستمر في عملنا من أجل تحقيق الوحدة، سنستمر في دعم صمودنا وبناء مؤسساتنا. نحن لن نتوقف، ولكننا سنستمع إليه وسنسمعه. يا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يا من قلت عند ما استلمت حكومتك في خطاب القاهرة وتركيا، إنه أنا لا يمكن أن يتم عملية تفاوض إلا إذا أوقفت إسرائيل الاستيطان بكامله بما فيه. طيب ونزل عن الشجرة هاي زمان دكتور، ولكن يعني في الشجر اللي موجود هلا، يعني هل الصعود إلى الشجر ما فيش بعد هلا، بما إنه في هذه الرسالة من جون كيري بأن لا نرفع سقف التوقعات من ناحية. طيب من ناحية إسرائيل، الحكومة لم تشكل بعد، وما زالت يعني المفاوضات بين الأحزاب الإسرائيلية، بين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية جارية. هل متفائلون من تعيين تسيبي ليفني وزيرة للعدل ومسؤولة لملف المفاوضات؟ هذا آخر ما حرر في إسرائيل، وأنه هذا تم اعتماده على حسب علمنا وما تداولته الصحف. هل تتوقعون من إسرائيل أن تتجاوب مع رؤية أمريكية أوروبية ومطلب فلسطيني بالدرجة الأساس، الحق الفلسطيني لاستئناف المفاوضات؟ هل سقوفكم في هذا المجال واضحة ولا ما زالت متروكة لشكل الحكومة النهائي؟ المسائل واضحة تماما، ويكررها الرئيس أبو مازن في كل فرصة، أنه بدون الوقف الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود 67 والإفراج عن الأسرى، بدون هذه الشروط، الالتزام بالاتفاقات الموقعة، ما فيش مفاوضات. إحنا لسنا من الغباء بحيث نكرر العودة إلى مفاوضات نعرف أن الرجل لن يخرج منها بشيء، لأنه هو سياسته واضحة. هذه ليست أرضا محتلة، أرضنا لا، هذه أرضا متنازع عليها. يعني إيش متنازع عليها؟ اللي عنده قوة أكتر بيأخذ منها أكتر، وبالتالي هو كيف يذهب بذا هذا إلى المفاوضات إذا لم تكن حدود 67 هي حدودا لأرض محتلة لدولة مستقلة يعترف بها العالم؟ فأنت بتتفاوض على إيش إذن؟ نحن لا نذهب للمفاوضات للتفاوض على كم نسبة الأرض التي نريدها من الضفة، نحن ومن غزة ومن القدس بدون شك، نحن نتحدث عن اليوم الذي يلي انسحاب إسرائيل من هذه الأرض. كيف الأمن بتحقق؟ كيف المي بتتقسم؟ كيف الإجراءات بتعمل؟ كيف اللاجئين بدون يعودوا؟ كيف هذا اللي بدنا نتحدث عليه، مش كم من الأرض. هذه الأرض عام 67 كلها لنا بكل هذا حدودي. يقودني بالدرجة الأساس دكتور إلى عضوية فلسطين الدولة المراقب في الأمم المتحدة. كيف سيكون شكل استقبال باراك أوباما الذي يرأس الدولة التي مانعت في التصويت على دولة فلسطين، من ناحية بروتوكولية ولوجستية؟ دولة فلسطين المحتلة أم السلطة الوطنية الفلسطينية في التعريف عن او في 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 الاستقبال، بروتوكولات الزياره؟ هل تم الحديث مع الولايات المتحده حول هذه المساله؟ كيف ستعكس ينعكس تصويت دول العالم لنا في هذه الزياره؟ هل سيفرض حقائق جديده؟ كيف سيفرض هذه الحقائق في التعاطي مع الملف؟ الاعتراف في النهايه اعتراف ثنائي، يعني قرار الأمم المتحدة. قرار الأمم المتحدة يلزم الأمم المتحدة بأنه لنا صفة جديدة
نعامل فيها في الأمم المتحدة، وقد تقودنا في المستقبل من خلال مجلس الأمن إلى عضوية كاملة، وهذه لها إجراءاتها وسهولها. لكن في النهاية عندما تصوت السويد مع هذا القرار، مش معناه أنه هي اعترفت اعترافا كاملا بدولة فلسطين يترتب عليه تغيير كل الصيغ في التعامل بيننا وبينها، فما بالك بدولة لم تعترف، لا صوتت مع القرار ولا اعترفت بعد بدولة فلسطين. فالمسألة نحن سنظل نعمل من أجل أن تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين وبحدود 67. هي تقول هي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، ولكنها لم تعترف حتى الآن بهذه الدولة، والبروتوكول يجب أن يعكس حقيقة محاولات من طرفنا لكي نشدها إلى هذا الاعتراف، ومحاولات منها للربط بين الزيارة وبين عدم الاعتراف. وبالتالي مسألة البروتوكول هنا مسألة هامشية في الواقع، لكن لها رمزية معنوية للشعب الفلسطيني. لا لا، مش البروتوكول، هو القرار اللي صار برمزيته قرار مهم جدا، لأنه هو يضع إطارا مستقبليا لحقوقنا الاستراتيجية، أنه في النهاية هذه الحقوق تعني أنه هذه أرضا محتلة وليست متنازعا عليها، والولايات المتحدة لا تماري في هذا حتى الآن، حتى ولو لم تعترف بأنه إحنا دولة فلسطين وليست السلطة فلسطينية، ولكن إحنا بالإضافة إلى ذلك نريد من هذا القبول بدولة مراقبة في الأمم المتحدة أن نحصل على مكاسب تكتيكية ضاغطة على إسرائيل. ما نريد للرئيس الرئيس أوباما وللأوروبيين أن يفهموه أنه إحنا لسنا بحاجة إلى صيغ جديدة، لسنا بحاجة إلى موضوع مش موضوع عنوان الموضوع، موضوع سيادة. نحن نريد أن يعترفوا بأن هذه الأرض محتلة، وأن التفاوض ليس على كم منها نريدها كلها، ولكن على المستقبل عندما ينتهي الاحتلال. هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية، وأن ذلك لن يأتي إلا بضغط أمريكي وأوروبي حقيقي على إسرائيل. وما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية، لأنك تعرضت لهذا الموضوع صحيح. سابقا من القرار الذي صدر أو من التقرير الذي صدر عن القناصل والممثلين الدائمين لأوروبا هنا، هو أن تأخذ أوروبا هذا القرار وتستخدم قدرتها في فرض المقاطعة للبضائع الإسرائيلية حتى تضغط على إسرائيل لوقف التجاوزات التي أشار إليها القناصل. ما نريد من أوروبا مش مشروع جديد، ما في عندنا مشروعات كافية. نريد من أوروبا أن تستخدم ما لديها من أوراق ضغط لكي تلتزم إسرائيل بما التزمت هي به سابقا عندما دخلت عملية السلام. ما نريد من الولايات المتحدة نفس الشيء، مش كلمات جميلة من الرئيس أوباما، وإنما كما فعل الرئيس بوش الأب في العام 1991 عندما قال للرئيس الإسرائيلي شامير يا إما بتيجي على المفاوضات بشروط اللي وضعناها، يا إما 10 بليون دولار من ضمانات القروض الذاهبة للإسكان تقف عنك تماما، وأوقفوها فعلا. يعني بدون ما تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بما يلزم إسرائيل بالاعتراف بالشرعية الدولية وبما قبلته هي قبل ذلك، فيش أمل، ما فيش تحرك. يعني باش نضحك على أنفسنا، مش صيغ القصة، مش إعلانات، وإنما رغبة حقيقية واستعداد حقيقي لاستخدام الأوراق الضغط المتاحة لهم في شد إسرائيل إلى الالتزام بها لكي نذهب إلى مفاوضات حقيقية. طيب، هذا يقودني إلى الدور العربي بالدرجة الأساس. أستثمر آخر دقيقتين حول هذه المسألة في الأزمة المالية التي شهدناها بعد توجهنا إلى الأمم المتحدة. تركنا ابن العرب أنتم وربكم قاتلا، يعني أنه تركنا في مهب الريح بالدرجة الأساس، باستثناء دور السعودية وبعض الدول الأخرى التي يعني أعطت ما يعني ما بل الرمق مؤقتا وليست المبالغ المطلوبة. اليوم وإسرائيل تبتزنا بأموال العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة المستحقة للسلطة، والتي تحاول من خلالها كما ناقشنا خلال الأسبوع تشويه صورة السلطة الفلسطينية بأنها مرتشية بأموالها أمام الشعب الفلسطيني لتوقف الانتفاضة الثالثة. هذا ما تحدثت فيه كثيرا الصحف الإسرائيلية، وما أجاب عنه البعض في خلال الأسبوع بأن المرتشي يجب أن يرتشي بأموال غيره وليس بأمواله. هذا الجانب. طيب، الدول العربية في هذه المرحلة أي الأدوار
نتوقعها وأي الأدوار مطلوب منها يعني على المستوى المالي من ناحية، رغم أنه يعني أنا أنتقد كثيرا أنه أنا بعطي الموضوع حجم في وقت الأفعال مش عم بتبين ليوزن هذا الحجم، أعذرني ولكن هكذا يقال. أين العرب الآن في التفاهمات مع الفلسطينيين تجاه التحركات المستقبلية، سواء دبلوماسيا وفي المحافل الدولية والانضمام للمؤسسات والهيئات، أو في موضوع المفاوضات واستئنافها مع الولايات المتحدة رعاية أولى؟ لا طبعا، المنطقة العربية في هذه المرحلة تمر بأوضاع صعبة جدا. هناك تغير جذري يحدث في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس، هناك كارثة في سوريا، وهناك انقسام وآثار احتلال رهيبة في العراق وفي الصومال وفي السودان، انفصال وانقسام الجنوب واستمرار حرب أهلية داخلية، في لبنان والأردن الواقع صعب نتيجة الأوضاع في سوريا. بالتالي الوضع العربي صعب، ليس سهلا، ومع ذلك ومعليش يعني أرجو تحمليني، ما فيش أمل في حل مشكلتنا المالية إلا من أشقائنا العرب. أوروبا تدفع ما تستطيع وهو كبير، يمثل جزءا كبيرا، أمريكا مش حتدفع، وإذا دفعت ستدفع بشروط لا نستطيع أن نقبلها، وإسرائيل تأخذ أموالنا تقرصن. وعلينا أن نضغط عليها لكي تعيدها، مش نشكرها لما تعيد المسروقات يعني. فإذا ما فيش إلا شقائنا العرب. الوضع قاتم بس مش بهذه القتامة. المملكة العربية السعودية دفعت 100 مليون مقدما، والتزمت ب20 مليون من المئة المطلوبة من الدول العربية، وهي تزيد عن حصتها في رسوم الجامعة العربية التي للأسف تحتج بعض الدول. ما أنا استثنيت السعودية دكتور، ولكن يعني باقي عموم دول الخليج، السعودية والجزائر. الجزائر دفعت ال28 مليون دولار اللي كانت ملتزمة بيهم، وهم دفعة أولى، وعليها أن تدفع الآن حصصا في 100 مليون. السعودية دفعت 100 والتزمت بدفع 20 مليون إضافية لم تدفعها حتى الآن، وإنما وعدت بدفعها. الباقي هو المشكلة يعني. هناك قطر، وهناك الإمارات، وهناك العراق، وهناك عمان، وهناك البحرين، في دول في الخليج لا في استحقاقات، وعلينا أن نتابعها وأن نلاحقها لكي تدفعها. يعني المسألة مش مسألة أنه فقط نشتمهم لأنهم لم يدفعوها. القضية مش قضية شتم، أنا دركني الوقت أصلا، ولكن حول زيارة الأمير القطري اللي كانت مقررة وأجلت، أو ما حدش رجع حكى عنها يعني، رغم أنه قيل أنه ممكن في الفترة الحالية قد يأتي، لكنه لم يأتي، لماذا؟ والله قطر إلها سياستها وإلها استراتيجيتها، وهذا ما لهش علاقة بالالتزاماتها القومية. صحيح، ولكن أنا هي تفعل ما تريد، أنا لا أريد أن ما في معلومات على أنه حيجي، ليس عندي أي معلومات متى سيجيء ومتى ستدفع قطر، وهل يجوز أن تدفع قطر فقط 4 مليون من 100 مليون اللي تمثل نسبتها في الجامعة العربية، ولا يجب أن تدفع أكثر كما حدث بعد الانتفاضة الثانية في عام 2000 عندما قام الملك عبد الله، كان وقتها ولي العهد، والتزم ببليون دولار في سنة، ودفعت السعودية نصفهم 500 مليون دولار، وهي هي التي حصلت الباقي فقط من دول الخليج والجزائر، لم تطالب مصر أن تدفع، ولا الأردن ولا السودان ولا الصومال ولا موريتانيا، بيقدروش يدفعوا. الذي يستطيع أن يدفع هم الذين يجب أن يساهموا في 100 مليون الشهرية. طيب، وهي الحد الأدنى الذي نريد من أشقائنا، ونحن على ثقة أنهم قادرين، وعلينا أن نتابعهم لكي يدفعوا. أنا كنت أريد أن يعني أن أتابع حول مسألة أنه القرار الأمريكي أين في توجيه دولة قطر، لأنه سمعنا كثير من المراقبين من أنه بعض الدول العربية تأتمر بما تقوله الولايات المتحدة تجاه تحويل أموال أم من عدمه إلى السلطة الفلسطينية، هل توافق أم لا؟ باختصار شديد، لأنه لا، أنا لا أريد أن أعفي أحد بالمسؤولية، وقد تستطيع أمريكا أن تضغط على دولة عربية لكي تحارب أو لا تقوم بالحرب، أما أن تمنع ما تنفقه من أموال فأنا لا أعتقد أن ذلك صحيح، وذلك عيب إذا كان صحيح. لا، أنا أعتقد في النهاية المسؤولية على هذه الدول العربية، وهي قادرة وعليها أن تقوم بدفع التزاماتها. شكرا لك الدكتور نبيل شاعت، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية فيها، على هذه الإضافة. شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لمن كان معي عبر الخط الهاتفي من القاهرة، دكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط
في القاهرة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. نتمنى أن نكون يعني أطلينا بإضاءة أكثر حول بعض الملفات، وتحديدا سيارة أوباما من ناحية، والمقاومة الشعبية السلمية المطلوبة في هذه المرحلة. حتى أراكم يوم الأحد. هذه تحياتي أميرة حنانية، ومن طاقم العمل دائما ألف تحية. إلى الزاوية الكاريكاتيرية كالعادة، تفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء.